لا يبدو أن هناك هوسا بشيء مثل الهوس بالكتابة لدى الكثير من الشابات والشباب اليوم، وفي أحيان كثيرة تبدو الأمور مأساة، وفي بعض الأحيان يولد الإبداع ككاتبتنا اليوم وضيفتنا بالاستديو الكاتبة الشابة حصة عبد الرزاق. صباحك الله بالخير حصة. هلا والله، صباح النور حصة. قاعد نتكلم عن روايات، أو بالأخص نتكلم عن الروايتين اللي حضرتك ألفتيهم. عندنا رواية حدث ولم يحدث، وعندنا رواية أين نسيت نفسي. فلو تكلمين بالضبط شنو محتوى هالروايتين، ومن وين استوحيتي أحداث هذه الروايات؟ الروايات بشكل عام أنا أكتب بالطابع الاجتماعي وشوية أدخل الأمور النفسية، لأن عندي بكالوريوس علم نفس. جميل. فأحب يعني الشغلات اللي استفدتها اللي خذيتها بالجامعة استفدت منها أحطها بالرواية، فهذا الطابع بشكل عام. يعني شلون إن وظفتي تخصصك في الرواية؟ هل يعني لجأتي إلى تحليل الشخصيات أكثر، أو حاولتي تحاكين القارئ أكثر من خلال روايتك؟ يعني شيء جميل إن نسمع أن كاتب يوظف شهادته والتخصص اللي تخصص فيه في كتاباته. أي. الرواية الأولى كانت بس فيها بعض الأمور النفسية وتحليل الشخصيات. الرواية الثانية كانت عبارة عن حالة نفسية كاملة، يعني كيس ستادي نفس ما ناخذها بعلم النفس، لأن كان في حالة ندرسها ويقولوا لنا الدكاترة أنها هي منتشرة بين الناس، بس هم ما عندهم وعي فيها، ما يدرون شنو هذه الحالة وشون يتعاملون معها. فحطيتها كيس ستادي كاملة بالرواية، بس بطريقة بسيطة يعني الكل يقدر يفهمها، مو بس المختصين. يعني أنا روايتي بشكل عام يقرونها من 13-14 سنة يعني أكبر. يعني سهلة ومبسطة. حصة، يعني أنت بخلال دراستك وذكرت أن علم نفس دارسة، يعني هل حبك للكتابة اكتشفتيه أثناء الدراسة أو بعد الدراسة؟ لا، أنا أصلا دخلت علم نفس من كتاب قريته اسمه حالات نادرة، كان في 4 قصص عن حالات نفسية. أنا يعني كنت بدخل هندسة أصلا وتخصصي علمي، يعني فكتاب غير حياتي. غير حياتي وايد يعني، فحبيت علم نفس من هالكتاب ودخلت علم نفس منه وبديت أقرأ همن من هالكتاب. يعني وهل لما قررت أنك تكتبين هالكتب شاورتي مثلا الأسرة الأصدقاء، حصلتي دعم منهم، شجعوا الفكرة؟ أمي طبعا وجه لها تحية، قاعد تتابعني الحين، لها طولة العمر. يا رب يخليها لك. وأبوي بعد ما قصروا معي، يعني لها طولة العمر. الدكاترة بالجامعة، الأساتذة الكبار اللي يكتبون معنا، الحمد لله الدعم من كل مكان. يعني نعم. وبعد الكتاب اللي غير يعني حياتك، نتكلم 180 درجة، بعدها استمريتي تقرين هالنوعية من الكتب، أم اتجهتي إلى أنك تقرين جميع أنواع الكتب؟ بالبداية كنت أحب أقرأ حق يعني هو نفس الكاتب سعد عبد الوهاب السيد، الكاتب حالات نادرة. بس بعدين يوم بديت أكتب حسيت أن أنا لازم أقرأ يعني كتب مختلفة وبكل المجالات، والحين قاعدة أحاول أبدي أقرأ حتى بكتب يعني أنا أنواع كلش ما قريتها من قبل. يعني مثل شنو يعني؟ قصدك مختلفة عن يعني الخلفية العلمية اللي يعني كنت أقرأ اجتماعي نفسي، نفس الطابع اللي أنا أحب أكتب فيه. بس إذا تميت على نوع واحد بالكتابة ما يصير فيه إبداع، فلازم أغير. يعني بديت الحين أقرأ كل أنواع، أقرأ فلسفة، أقرأ خواطر، أقرأ جريمة، أقرأ كتب علمية. يعني قمت شوي أبدي أنوع بالكتب. لكن هل في نيتك أن أنت يعني معروف كل كاتب لا دائما توقيع الخاص، بحيث الناس لما تقرأ تدري أن هذه صاحب هالكتاب مثلا حصة، راح تعتمدين هالأسلوب في كتاباتك حصة، أن دائما توظفين هالمواضيع في كتاباتك من خلال دراستك علم النفس، أو يمكن تلجئين إلى أمور أخرى؟ لا، إن شاء الله مستمرة لأن يعني الطابع الاجتماعي أنا أشوفه أسهل لي وايد لما أنا أكتب. والنفسي لأن أنا دارستها يعني 4 سنين بالجامعة، فأصلا عندي مواضيع وايد أوظفها بالروايات. وفي إقبال وايد على الكتب الاجتماعية، يعني لما أحضر المعرض أشوف إقبال على هذا النوع، فإن شاء الله مستمرة فيه. إن شاء الله. شاركتي من فترة بعد معرض الخليج، صحيح؟ لو تكلمينا عن مشاركتك هذه. هو الروايات يعني طول السنتين اللي طافوا قاعد يشاركون بكل معارض الخليج، بس أنا رحت السنة الأولى معرض البحرين، وهالسنة رحت معرض مسقط. معرض مسقط أجمل معارض الخليج. جميل. ليش أجمل؟ شنو اللي فرق عن باقي المعارض؟ هم ما شاء الله عليهم، يعني شعب مسقط وعمان بشكل عام مثقفين وايد، ويحبون الكتب، ويحبون يعني يستانسون لما الكاتب يكون موجود بالمعرض. فوايد استمتعت، يعني وايد كان في اقبال كلش ما كنت متوقعتها، يعني فعلا تفاجأت، وايد كان
حلو، مشاركة حلوة. نعم جميل. راح أرجع ونتكلم عن كتابتك. أول خلينا نتكلم عن أول رواية، حدث ولم يحدث. لو تكلمينا عنها حصة. هي رواية حدث ولم يحدث، فيها فكرة غريبة، نوع من أنواع الخيال، اسمه التاريخ البديل. التاريخ البديل. التاريخ البديل إيه؟ اللي هو؟ هو حدث ولم يحدث إنه شلون عفواً. يعني شلون أقول لك؟ يعني هل هو دائماً تختارين مثلاً عناوين رواياتك تكون لها صلة بالمحتوى، أو تختارين لأن في بعض الكتاب يختارون الاسم دائماً عشان عشان التسويق؟ أي. لا هي يعني صارت صدفة أن الاسم يسوق حق الرواية. حدث ولم يحدث فكرتها لو أن شيء واحد أو حدث واحد من حياتنا تغير، الحياة تتغير 180 درجة. فهذا اللي يصير، يعني أنا أكتب القصة كاملة من بدايتها لنهايتها، بعدين أفترض واحد من الأحداث لو ما صار بالقصة شنو ممكن يصير، وفعلا تتغير الأحداث 180 درجة. يعني هذا يمكن إحنا واقع نعيشه في حياتنا، دائما إذا عشنا موقف نردد لو ما صار هالشيء وصار شنو ممكن يكون السيناريو. فهذا اللي سويته، افترضت حدث معين أنا ما صار. نعم. وفعلا تغيرت يعني حياة البطلة 180 درجة. نعم. يعني في تشويق في الرواية بالنهاية. يعني لجأتي لعنصر التشويق أكثر بعد. حصة بحكم يعني ككاتبة دائما أكيد تفضلين إنك تقرين لأشخاص معينين خواطر أو روايات معينة. في أشخاص دائما تلامس حصة من داخل وأنت من معجبين في كتاباتهم ورواياتهم؟ إي أنا طبعا لأن تأثرت وايد بالأستاذ عبد الوهاب السيد، يعني كنت أقرأ له من قبل لا أكتب، فما زلت أنا أقرأ له. أستاذة حنان السعيد أحب أقرأ لها هم معانا في دار نوفا. أقرأ حق يعني الأدب المصري واللبناني، جبران ونجيب محفوظ، محمود درويش أحبه وايد. جميل. يعني مجال الشعر والخواطر أيضا تلجئين. إيه كقراءة أحب، مع أن أنا ما أكتب شعر وخواطر بس أحب أقرأ وايد. هل في مجال أن تشوفك باشر حصة تكتبين فعلا خواطر أو شعر؟ الشعر لا. الخواطر يعني حاليا كل اللي كاتبته بيني وبين نفسي، ما نشرت ولا شيء ولا بإنستغرام ولا شيء. نعم. يمكن أوظفها بالرواية، يعني من الخواطر اللي أنا كاتبتهم إن على لسان البطلة مثلا أو البطل. جميل. بس إن كتاب كامل خواطر لا، ما ألقى نفسي. إذا نتكلم الشريحة اللي تستهدفها حصة دائما في كتاباتها، إحنا قاعد نتكلم عن أسلوب جديد في الكتابة، تلجئين لعلم النفس قليلا يمكن، ولكن في العام يمكن مبسط للجميع. من حابة أن الرواية تقرأ من قبل من؟ أنا وايد أستهدف الصغار، البنات والشباب، مع أنه ما شاء الله عليهم بالمعرض يعني متواجدين ويطلبون الكتب. بس أحب دائما يعني حتى إذا في رسالة بوصلها أو في شيء، دائما أحب حق البنات الصغار أشجعهم أن إذا البنت عندها هدف لازم توصل له. بالرواية الثانية الحالة النفسية يعني حق الكل، يعني أن هذه حالة منتشرة بينكم أنتم، يعني بينكم بين بعض أنتم الناس، بس ما عندكم ثقافة فيها، يعني مو قصور فيهم، بس مو الكل متخصص أو يقرب بعلم النفس وشيء مهم يعني بحياة الكل. فحق الكل يعني قلت لك حتى الأعمار، لما أحد يسألني أو تي أم بالمعرض تقول لي عادي مثلا بنتي تقرأ هالرواية، أقول لها إيه أنا كاتبتها حق كل الأعمار لا تحاتين. يعني حلو أن نشوف حرص أولياء الأمور في أن في حالة أحد أبنائهم قرر يقتني هالنوعية من الروايات. لكن هل في إقبال من الفئة العمرية؟ إحنا قاعد نتكلم عن 13-15، تشوفين إقبالهم في المعارض موجود؟ توجهاتهم تستهويهم أي نوعية من الكتابات؟ توجهاتهم، أنا أول مرة يعني أول سنة رحت المعرض كنت متوقعة، واللي ببالي وايد أتوقع ناس عبالهم من الكتب الرومانسية مطلوبة. أنصدم وتفاجأ لما تيني واحدة تقول لي، أقول لها شنو نوع الكتب اللي تبين تقرينهم، تقول لي أعطيني أشي بس لا تعطيني رومانسي. وايد سبب ما أدري، تقول لي لا ما أبي، أبي شيء واقعي، أبي قصة واقعية، أو أبي رعب وتشويق وخيال. فهذه أكثر الأنواع اللي هم يحبون يقرونها. هل سبب لأنه يمكن في الآونة الأخيرة شفنا الكثير من الروايات الرومانسية قاعد يصير فيها مبالغة، أو فعلا ما قاعد يكون فيها ذاك المحتوى الجيد، فقاموا يلجؤون لخيارات أخرى يمكن يفيدون؟ أنا أعتقد كذي، وهم لأن نفس ما قلت لك أولياء الأمور وايد تفاجأت، يعني مشددين وحريصين ودائما يجون مع عيالهم. فاحنا ننصحهم هم يعني على كل الكتب اللي موجوده، حتى لو كتاب مثلا ما ناسب، يعني واحده اشوف عمرها صغير كتاب ما يناسبها اقول لها، مع ان ساعات يزعلون يعني، بس اقول لها ما علي زعلتي، بس ما اقدر، يعني انا احس انها مسؤوليه. اي ف
فما أعطيها. حلو نشوف الكاتب فعلا يكون حريص انه يوجه رساله من خلال رواياته، والرساله تتوجه للفئه او الشريحه المستهدفه الصح. يمكن الكثيرين الهدف من رواياته تكون مجرد ربحيه او للشهره لا اكثر ولا اقل. بالنسبه لكاتبه وشابه حصه، تشوفين الجيل الشباب الحين مقبل اكثر انه على الكتابه يبي يكتب، ولا الحين انحصر يعني هالمجال للاكبر عمرا فقط؟ لا ما شاء الله فيه، يعني حتى بالمعرض معنا بأحد دور النشر شاب عمره 12 أو 13 سنة ما شاء الله عنده رواية. اي فلأن هم يحبون يقرون، فهو الكاتب هو قارئ نهم أصلا، فالواحد كثر ما يقرأ يحس أنه هو يبي يكتب. فأي واحد يقرأ كتب يعني بكمية كافية ويكون يعني كثر ما يقدر منوع في الكتب يقدر يكتب، وفي اقبال في وايد كتاب شباب. هل هذا يسهل اللي اذا انت كنتي في هذه الفئه العمريه ايش لما تكتبين تلقين اسهل لك ان انت توصلين الكلام اللي بتقولينه لفئه يعني عمرك، او تلقين انه في البعض انه يمكن يجد صعوبه انه اذا هو كان اكبر سنا تكون روايته تحاكي الصغار، او الكاتب ما مو شرط انه يتقيد في هذه الامور؟ لا عادي مو شرط، لان حتى هي يعني مثلا ما نقولش ان انا خاطب الصغار، مو بس الصغار يعني هي حق الصغار والكبار، بس القصد انه الصغار يقدرون يقرون الروايه راح يفهمونها، ما في شيء ممنوع عليهم انهم يقرونه، الفكره سهله، الاسلوب سهل بسيط يوصل لهم. فانا اكتب يعني كتابه بسيطه توصل حق الكل الصغير والكبير. يعني تحطين في عين الاعتبار هالامور هالمقاييس ان تكون أكيد. سهله ومبسطه للجميع. بالنسبه لو اخذ رايك حصه، شلون تشوفين الكتابه في الوقت الحاضر بالنسبه للشباب؟ قاعد تشاركين في معارض واكيد قاعد تقرين الكثير من الروايات سواء اللي من مثل جيلك او اكبر. مستوى الكتابه راضية عنه؟ الكتب اللي قاعد تنطرح الحمد لله يعني سنة عن سنة قاعد يزيد الإقبال، قاعد يزيدون الشباب اللي يكتبون، وقاعد يطلعون الكتاب. يعني حتى لو كان في بعض الكتاب اللي يكتبون أمور مثلا دائما الناس تقول عنها أنه في شغلات ما لها داعي، وفي هم حتى لما يشوفون أنه لا والله في مستوى أحسن في كتاب، هم نفسهم هذول ترى هم قاعد يتطورون، يعني مستوعبين أن هم اللي سووه بالبداية غلط، فحتى هم الفئه هذه الحمد لله قاعده تتطور. يعني حتى على الرغم من انهم كتبهم سوى ضجه، يعني في بعض الكتاب كتابه سوى ضجه ويمكن اغلبها يعني انباع من السوق كامل، رغم انه ما في محتوى. اي هذا ممكن ياثر في يوم من الايام ان هالكاتب من خلال كتاباتك او كتابات كاتب اخر انه يغير نظرته بطريقه الكتابه؟ اي لان يلجا لكتابات اخرى طريقه. اي لو يعني حتى لو كان الشيء هذا ترند او الناس حابته تيلهم فتره وخلاص يملون، ودائما الناس يميلون حق الكتب الكلاسيكيه، روايه اجتماعيه، لغه فصحى، حتى لو كانوا يكتبون بالعاميه وايد في منهم هالسنه نزلوا بالفصحى، لان الناس تفضل ان هي تقرا الروايات بالفصحى. بس مو صعبه اذا الفصحى يعني اللي ان الناس في بعض يمكن ما تفهم بعض المفردات والكلمات. هني حسب الكاتب هو نفسه، في كتاب على قولتهم احنا بيننا وبين بعض الكتاب نقول هذا كاتب يفرد عضلاته على القارئ، يعني يعطي كلمات، يعني حتى في كتاب كبار يعني يستغربون انه ليش يعني انت ليش قاعد تسوي كذي، انت المفروض تكون بسيط وسهل عشان توصل حق الكل، انت تستهدف الكل، انت لما تسوي كذي راح تحصر نفسك حق قراء معينين. غلط انه هو يسوي كذي لانه راح يكون في بس قراء معينين اللي هم يحبون يقرون، بس لما تخلي اللغه بسيطه حتى لو مثلا واحده كبيره شوي بالعمر تفهم تقدر تقرا الكتاب، بنت صغيره، شاب صغير، يعني الكل يقدر يقرا، فتكون شريحتك انت اكبر ككاتب من القراء. وبالنسبه حق امالك وطموحاتك في المستقبل؟ انا ما يعني اكثر شيء حريصه عليه وحطيته ببالي انه يعني الجيل الصغير يبدي يقرا، يعني انا حتى اخواني بالبيت مطفرتهم كل يوم اعطيتهم روايه وابيهم يقرون. تاخذين رايهم حصه ان مثلا الروايه قبل لا تنشرينها مثلا تعرضينها على مثل ما تفضلت اخوانك الاصغر منك، صديقاتك، يبدون رايهم في الروايه، وهل في مجال تعدلين عليها اذا اعطوش ملاحظات؟ اي اعطي مثلا صديقاتي او زملائي الكتاب، احنا دائما الكتاب بينهم بين بعض، يعني حتى لو بس فصل واحد ياخذ راي زملائه، ويعني ننصح بعض، هني تغيير، هني هذا الحدث ما له داعي، شيل هذا حط هذا، يعني في موجوده هالامور. جميل ان نشوف كاتبه مع ان خلفيتك يمكن الدراسيه والاكاديميه مختلفه تماما، وشيء يمكن جميل ان انت قررتي توظفين هالمجالين مع بعض. واكيد حلو ان نسمع من كاتبه حاطه في عينها وبعين الاعتبار ان انا بوصل كتاب
سهل القراءة، في محتوى وما يضر سواء قرأ شخص صغير أو كبير، لكن يطلع بشيء مفيد. كل الشكر لك حصة عبد الرزاق، ونتمنى لك كل التوفيق يا ربي، وإن شاء الله نشوف لك كتابات أكثر وأكثر يا ربي. شكرا لك. مشاهدين، بعد هذه الفقرة راح نطلع فاصل ونرجع.